خطط عسكرية، عمليات رصد وتجسس، هجمات منسقة، ربح وهزائم وعمليات كر وفر، إضافة إلى هذه كلها قصف عنيف وتجاوزات تؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين والمقاتلين. وسط حال الحرب وسعي القوات النظامية لتحصين العاصمة ومحيطها واستكمال السيطرة على حمص، يبرز تطوران على الساحة السورية في الجنوب والشمال. جنوبا يواصل مقاتلو المعارضة سيطرتهم على مزيد من مواقع القوات النظامية في درعا وسط سعيهم لتأمين الحدود مع الأردن. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. التطور الآخر في الشمال وفي الحسكة تحديدا، حيث يواصل المقاتلون الأكراد فرض سيطرتهم على المناطق التي كانت في قبضة المقاتلين الإسلاميين من جبهة النصرة وغيرها، وأدت الاشتباكات إلى سقوط زهاء 35 من الجهاديين و19 كرديا. وفي هذه الأجواء يعتزم الأكراد تشكيل حكومة مستقلة لإدارة مناطق وجودهم في شمال سوريا وفق ما أكد مسؤول كردي. وفي تفاصيل التطورات الميدانية، نشر الناشطون على الانترنت هذه الفيديوهات من مدينة سراقب في إدلب التي دكت بالقذائف والقصف الجوي بشكل كثيف، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى، في حين عمد السكان إلى محاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. أما في حلب وريفها فيتسلح المعارضون بالأسلحة والآليات التي استولوا عليها من الجيش النظامي، مثل هذه الدبابة التي يستخدمونها لقصف مواقع النظام لمحاولة السيطرة على مزيد من البلدات. وعلى وقع سقوط حكم الإسلاميين في مصر، خرج وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ليؤكد موقف بلاده من الأزمة السورية، مشددا على أن الحل السياسي هو الحل الأفضل لسوريا. فهمي أضاف أن مصر ستعيد تقويم العلاقات مع دمشق ولا نية للجهاد في سوريا.